وسهلا بجميع المشاهدي LBCI والفضائية اللبنانية بحلقة جديدة ومنوعة من البرنامج اليومي حلوة ومرة. إليس فرح بيسيل، عفاف دمعة، وأنا كارلا يونس معكم لمدة 90 دقيقة مع مواضيع بتهم النساء والرجال أيضا. واليوم عنا مشوار رياضي على نهر العاصي مع علي حسين مسمار، أمين عام الاتحاد اللبناني لرياضة التجديف بالأنهار. وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن كتاب ذكريات صبي المحلة للكاتب الصحفي مازن عبود، وأيضا رح نحكي عن هواية فكرية كتير حلوة والكل كمان بيلجأ لها، وهي حل الكلمات المتقاطعة للمهندس جوزيف دا أنطوان داهر. والمعالجة النفسية جوان عماد رح تتناول موضوع كتير مهم، وهو خوف الأولاد من الحيوانات. وصراحة أنا بخاف من الحيوانات أكثر من بنتي. يمكن يا عفاف القصة قصة عادي ولا لا؟ أنا بوافقك الرأي، أنا بقول لو ربينا نحن بجو في حيوانات أليفة بالبيت يمكن ما كان عندنا هالخوف وما كنا نقلناها بدورنا لأولادنا. على كل حال رح نعرف أسباب هالخوف بخلال الحلقة. ماجينيشن شركة جديدة أسسوها مجموعة طلاب، والتفاصيل الكاملة حول هالإنجاز مع أنتوني سيدي وهاروت كولانجيان. ومضيوفنا أيضا خلال الحلقة فيليب هيرن مدير تصوير وزياد سالم. وأول ضيفة معنا لليوم بحلو مرة السيدة لور دوتفيل مديرة معرض مينيسارت فير. نستقبلها سوا. اهلا وسهلا فيك سيده دوتفيل او كونتيسا دوتفيل بحلو مره. ميرسي. قبل ما نحكي عن مينيسارت فير انا حابه شوي اتعرف عليك اكثر، اكيد انا وعفاف، ونعرف المشاهدين عليك اكثر. مين انت؟ اوف انا ست طبعا اكيد وكونتيسا، وانا بحب ست حلوه كثير ميرسي كثير، بس انت اكثر حلوه. شكرا. يعني أنا فرنسوية بس لبنانية على قلبي، يعني في 20 سنة أنا شغل مع لبنان ومع فرنسا. نعم. ويعني أمتى أنا هون بلبنان؟ من كم سنة أنت بلبنان؟ 20 سنة. إيه يعني 20 بس سنة. أنا مش سكر، أنا سكر بلبنان 14 سنة. نعم. وفي 6 سنة أنا جاية وروحي. بتروحي وبتجي بتزوري لبنان. نعم. يعني نعم. إقامتك وين عم بتكون أكثر شيء؟ بفرنسا أكثر من لبنان؟ نص نص. نص نص. نص نص. يعني عايشة بين لبنان وفرنسا. مزبوط. بس أنا أكثر مبسوطة هونيك، لأنه هون بلبنان في كل شيء، كل شيء بديك، يعني في حب، في شمس، في بحر، في مونتاني، في جبل. جبل 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 اكيد جبل. كله قريب. نعم كله قريب. وكمان في لبنان مش معقول، يعني هذه اول مره انا اشوف كل بلد بلبنان في فورس قوه كثير. يعني كل شيء هي يعني بتجذبك للبنان اكثر، بس في لبناني كله partout dans le monde. نعم منتشرين بكافة أنحاء العالم اللبنانية. و لبنان أول sont les premiers partout. الأوائل. شكرا لك. شكرا لك. ميرسي لك. وأنا بدي درس اللبناني والكل لبناني. و لنحكي شوي سيدة دوتفيل عن أهلك. نعم. شو علاقتهم بالفن؟ يعني بابا وماما بحب فن كتير. بحبوا الفن. نعم. وامتى انا صغيرة كتير انا بدي روحي على لونا بارك وشي هيك. بس امي اللي لا المكتف كان يشجعوك من انت وصغيرة تروحي على المتحف بدل ما تروحي كل على المتحف. وانا زلمة كتير ما بدي روحي على المكتف، بس هلا هلا شكرا جزيلا. عم تشكريهم كثير لانه نمو فيك هيدا الشيء. نعم. درستي بفرنسا، شو تخصصتي؟ شو درستي بفرنسا؟ انا درست هيستوار دو لار، ما بعرف تاريخ الفن. نعم تاريخ الفن. وبعدين وين درستي بفرنسا؟ بسوربون. وبعدين امتى في مرات صغير الجاليريات انا روحي هونيك تبشغل شوي. وامتى انا صغيره لما كنت صغيره في فن
وين ما كان. ايه وين ما كان بفرنسا يعني كان. بكل زاوية في بس باللبنان أكتر يعني. ايه أحسن إن شاء الله دايما إن شاء الله دايما. شهادة كتير منيحة بنعتز فيها. حكينا عن أهلك، هلا عم نحكي شوي عن بناتك. عندك صبيتين، صبية عمرها 21 سنة موجودة معنا باستوديو، كتير حلوة مثل ماما. صبية تانية عمرها 14 سنة، شو بيعملوا بناتك؟ هون الصورة لكم تلاقيتكم كتير حلوة. في أمي كتير حلوين اثنيناتهم. أوكي، في إدفيج هي الأول عندي 21 سي جوست؟ نعم 21، وهيدي والدتك الماما. نعم وهي المدرسة باللبنان. عم تدرس باللبنان؟ احكي عربي متن انت. تحكي منيح عربي يعني كثير منيح. نعم وهي عنده بكالوريا عربي. قدمت بكالوريا العربي باللغة العربية. ايه البكالوريا اللبنانية يعني. حاسة أنا إنه عم تحكيها هالشيء سيدة دودفيل بفخر مبسوطة كثير. ايه أكيد لأنه لك أنا حرام بس ويل. عند وعندي وهي إدفيج شغال الدروا بالحقوق مثل إليز. أيوة وفي بنات تاني هي 14 سنة وهي المدرسة. بالمدرسة. بالمدرسة و she was born. خلقت. خلقت هون بلبنان وهي 100% لبنانية. هي تبكي لأنه هي بدها جاية هون بلبنان أطول. تبقى هون. بتحب دايما تبقى. هيك على حياتي. زوجك السابق فرنسي؟ نعم هو فرنسي بس قبل هو جي اجت هون بلبنان تبع شغل اللبناني جريدي. اشتغل بمجال الصحافة بلبنان بداية هالعمل. هيك وهيك انا جاي هون بلبنان بس اول شيء انا جاي تبع يمكن 3 و 4 شهر بس بعدين 14 سنة صاروا 14 سنة لأنه أنا بحب كثير هون يعني جيت أول شيء مؤقت بعدين استمرت أنه استمريت تجي وتروح عليك. أيوة شو شاطرة أنت. مفروض أنا لبنانية 100%. وهلا رح نشوف روبورتاج بحلقتنا عن زواج الأمير برنس ألبردو موناكو بزوجته اللي صارت هلا زوجته الحاليه تشارلين ويتستوك. رح نشوف سوا مشاهد من حفل زفافهم بهالريبورت. حلوه ومره اماره موناكو كانت الجمعه والسبت محط انظار العالم، والحدث كان حفل زواج امير موناكو البير الثاني من خطيبته الجنوب افريقيه تشارلين ويتستوك. اكثر من 1000 صحفي توافدوا من دول العالم لنقل هالاحتفال التاريخي، ولحظات الفرح بدات مع توافد حوالي 3500 ضيف من امراء وملوك ورؤساء دول على راس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بالاضافه الى مشاهير مثل بطل افلام جيمس بوند السابق روجر مور والمصمم العالمي كارل لاغرفيلد والسوبر موديل ناومي كامبل وغيرهم وغيرهم من النجوم. جرت مراسم الزواج الكنسي بعد يوم على زواجهم المدني، والحفل كان بساحة قصر موناكو قدام درج مزدوج من الرخام المزين بالورود البيض. العروس كانت أميرة عن حق وحقيق بفستانها الساحر من تصميم جورجيو أرماني وطرحتها الطويلة الطويلة، وهالفستان أخذ من وقت أرماني والخياطين معه بالأتوليه نحو 2500 ساعة عمل، واستعمل لخياطته 80 متر من قماش الحرير وزينه ب 40,000 حبة كريستال شوارفسكي. التأثر كان واضح على وجوه العرسان والأهل والمدعوين. وبعد انتهاء مراسم زواج ألبير 53 سنة من تشارلين 33 سنة، كان خروج العريسين من الكنيسة مميز بعد ما غمرتهم محبة أهل موناكو بالورود. بعادات موناكو العروس ما بترمي البوكيه للعزابة، إنما بتنوضع بكنيسة الإمارة، وكرمال هيك توجه العروسين لكنيسة سان ديفوت شفيعة موناكو، وهنيك بكيت تشارلين لشدة تأثرها عن سماع تراتيل الكورال.
حفل زفاف بلي بالأمير وأميرة موناكو، ونحن تلقائيا لأول وحدة بنعمل كومباريزون أو مقارنة بين هيدا الزفاف وزفاف الدوقة كيت بالأمير ويليام. دايما بنعمل مقارنة بالفساتين على أساس دايما بنهتم بفستان العروس. أي فستان عرس عجبك أكثر؟ أنا بحب فستان لهوب. أنا بحب فستان تبع هي تشارلين ويتستوك، عجبك أكثر؟ شو حلوي وتخي رومانتيك. كمان كثير عالم كمان عم يعملوا كومباريزون أو مقارنة بين الأميرة تشارلين ويتستوك ووالدة ألبير البرنس ألبير غريس كيلي، بيقولوا هل رح بتحل؟ هل إلفا رامبلاسي غريس كيلي؟ لا، غريس كيلي يعني غريس كيلي، ما حدا رمبلاسي غريس كيلي، ما حدا بحل محل الثاني. نحن عرفنا انك مخطوبه ورح ترجع تتزوجي عن جديد، خطيبك شو، لبناني ام فرنسي؟ هو فرنسي و هو شغل كمان الجريده، وانا بدي بعمل له تيست. عم تعملي له اختبار؟ اختبار. شو الاختبار؟ الاختبار يعني انا بدي هو وانا قبل جايه بلبنان، اذا هو بحب لبنان انا قال له نعم، اذا هو ما بحب لبنان انا قال له روح شوي. ونحن يعني رح ندعمك بهيدا الامر. يعني شو بحب؟ شرط لبنان. هيدا حلو كثير. كونديسيون اكيد اكيد دغري يعني، وهو بحب وانا قال له نعم. حلو. وبال سبتمبر، شو بسبتمبر؟ ايلول. انا جوزة رح تتزوجي اذا الله راد. على كل حال نحن بنشكرك، بنشكر محبتك الكبيره للبنان سيدة دوتفيل. شو رايك هلا نشوف وين راحوا الامير ويليام وكيت العرسين الجديد؟ نشوف سوا؟ بنشوف سوا وين راحوا. اوكي يلا. حلوه ومره أخبار أشهر عرسان جديد كيت وويليام وصلت لكندا، والكل بكندا محمس ليتعرف عليهم عن قريب، لأن أول رحلة للزوجين لخارج بريطانيا بعد عرسهم التاريخي. الاهتمام فيهم كان كبير، وكيت وويليام كانوا حديث الناس حتى قبل وصولهم بأسابيع. وخلال حفل استقبالهم من قبل رئيس الوزراء الكندي وزوجته، الأنظار كلها تركزت أكيد على الأمير الإنجليزي الحلو، وإنما أكثر على العروس اللي رح يقارنوها الناس دايما بالأميرة الراحلة ديانا أمه لويليام. لبس كيت وشعره ومشيتها وضحكتها وطريقة تصرفها مع الناس، كلها أمور تحت المراقبة الشديدة من الناس والصحافة. الزيارة الملكية مدتها 9 أيام، بيزور خلال العريسين عدة مناطق بين كابك وجزيرة الأمير إدوارد قبل ما ينتقلوا وتنتقل معهم الأنظار لكاليفورنيا الأمريكية. ومثل موجود غالي على قلب الكندية، كمان كلفة هالزيارة رح تكلف البلد المضيف أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي، والغالي بده غالي. برجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلوه ومره. مشاهدينا، مثل ما في بلبنان انهر من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، في ايضا رياضات نهريه، ويعتبر نهر العاصي من اهم الانهر يمكن بلبنان ويلي بينبع بلبنان وبصب بتركيا، وهو من الاهم لممارسه رياضه التجديف. اول شيء رح نبلش مع هالريب وبنحضره سوا. حلوه ومره Thank you.
هذا النادي تأسس تقريبا من 10 سنين. تأسيسه كان الهدف منه ترويج للرياضة المائية وخاصة الكانو كاياك والرافت. وقت اللي بلشنا كان عدد المشاركين لا يتجاوز 1000. نحن اليوم تقريبا على نهر العاصمة عم يتوافد بالسنة حوالي 25,000 شخص. وقت اللي بنينا هيدا النادي نحن فكرنا انه هالمشارك مش بس بيجي بيلعب كاياك، بيعمل رافتنج حوالي 7 كيلومتر، لانه النهر نحن عاده بنمرق بالحد منه ما بنشوف التفاصيل. وقت اللي نعمل نطلع بالرافت وبنمارس هاي الرياضه بنصير نشوف تفاصيل الطبيعه اكثر. وكمان بالنسبه للنادي انه نحن عملنا الكامبينج، كونه المسافه بين بيروت والهرمل هي حوالي 2.5 ساعة، انه هالشخص اللي جاي مشان ما يرجع بنفس النهار عملنا له منام مشان ينام ويرتاح. حتى الاكل اللي بيتسوى بالنادي هو اكل قروي، اكل بيئي. اللعبة فيها تكون خطرة 100% وفيها تكون خطرة اهلا وسهلا باستاذ علي حسين مسمار، امين عام الاتحاد اللبناني لرياضه التجديف بالانهر. كان مشوارك طويل لو وصلت لعنا على استوديو حلو مره؟ لا تقريبا من بيروت لهون يعني. بس عجد سير اليوم شو ما انا لا بسيط تعودنا. بعرف. اول شيء حضرتك يلي شفناه بقلب الريبورت، شفنا ذكرت لنا الفرق بين الكانو كايتنج وايضا الرافتنج، اي اخطر وشو الفرق بيناتهم؟ اولا لعبة الكانو كاياك هي لعبة عالمية وهي لها اتحاد دولي. نعم. وبكل بلد في انهر في اتحاد للكانو كاياك. الفرق انه الكانو كاياك هي لعبة احتراف. نعم. واللي بيحترف هاي اللعبة ممكن يوصل يشارك باولمبياد ببطولات عالمية. اما الرافتنج هي لعبة رديفة للكانو كاياك، وهي اللعبة فيها كل الناس تمارسها، بس على شرط يكون السيكوريتي مأمن ويكون في مونيتور عم بيقود الرافت يعني. من هون نحن كاتحاد بلشنا بالكانو كاياك، بلشنا بنادي واثنين ثلاثة، اليوم عندنا نحن أكثر من نوادي بلبنان مرخصين. نعم مرخصين. يعني بس إذا حابب مثلا حدا يعمل مشوار. نعم. على نهر العاصي لما نحكي كمان عنه بالتفصيل لأنه جدا مهم. وجروب يكونوا ما بيعرفوا مثلا يعملوا رافتنج فين يعملوها، بس الكانو كاياك ما فيهم، لازم يكونوا متمرسين. اكيد اكيد. نحن الهدف الرافت كمان انه وقت اللي بيوصل لعنا شخص وعندنا وقت نحن. نعم. بقلب البسين بنبلش ندربه على الكاياك. اوكي. لحتى يتعود على التوازن، لانه الكاياك ممكن تقلب فيه بالماء. نحن الاهم شيء عندنا السيكوريتي، وقت نحن الشخص بيجي لعنا نحن بنكون مهيرين له اللايف جاكيت وبنكون مهيرين له الكاسك اهم شيء، وبنشرح له عن السيكوريتي بشكل عام منشان اي حادث صار يعرف كيف يطلع منه يعني. بالنسبه للكاياك اكيد بده يكون منتسب لنادي وبده يخضع على دورات، وممكن الدورات تكون خارج لبنان. نحن عندنا نحن لحسن الحظ انه نحن شاركنا بالاولمبياد باتينا من 4 سنين، وشاركنا باستراليا بلاعيبه من هن من اصلا من نادي العاصي من لبنان ومن نادي العاصي بالتحديد، لانه نهر العاصي هو مصنف
من بين الأنهر أولى. الفئة الأولى من بين الأنهر بالعالم، من الأنهر الفئة الأولى بالعالم اللي ممكن يتمارس فيها رياضة الكانو كاياك. نعم. وبيرجع الرافتنج كمان. على أي أساس؟ على أي أساس؟ أولاً سرعة النهر. في مكان النهر ببدايته على رأس العاصي تقريباً سرعة الماء تقريباً شي 40 كيلومتر. بدل ما سريع يعني شي بخوف. نعم. بعدين على امتداد النهر بتغير المجرى الماء، بتصير تهدى شوي شوي شوي. أوكي. وفي عدة كاسكاد كمان موجودين هن. أعلى كاسكاد فيهم حوالي تقريباً 9 أمتار 10 أمتار تقريباً. منشان هيك نحن عنا المسار طبيعي، يعني حظنا بلبنان انه عنا مسار اولمبياد طبيعي. نحن وقت اللي شاركنا بالاولمبياد بيئتنا كان المسار اصطناعي. يعني كان في مضخات عم تضخ مي لحتى عملوا المباراة العالمية. العالمية. اما بنهر العاصي لو في مثلا عن جد دولة وزارة كيف فينا نحن ممكن نحن نعمل بطولة ما تكلفنا كثير، لأنه مسار النهر هو مسار طبيعي. يعني نعم. النهر غزارته لحتى الكياك يقدر يفوت بالبواب اللي بتنحط وتكون مسار طويل، فينا نحن بلبنان نعمل مباراة حتى دولية يعني. وتياخذ الواحد كمان يمكن تعملوا هالمباراة بدها مسار طويل كمان. أكيد أكيد بدها مسار وبدها اهتمام. يعني نحن فعلا في شغل كتير أساسي بالاتحاد اللي أسسناه وبهذه اللعبة، شغل كتير مهم مهم إنه نحن فيقنا البلديات إنه لازم نحافظ على أنهرنا، لأنه وعلى البيئة أيضا أكيد، لأنه هذه اللعبة أصلا هي رياضة بيئية بنفس الوقت. نحن الهدف مع عدة بلديات تعاوننا إنه هالنهر هيدا ما لازم يكون ملوث، لأنه بالنهاية اللي عم يمارس الرياضة بيكون على كونتاكت مع الماء، يعني إلا ما يشرب ماء وكذا. مشان هيك نحن بهمنا إنه نهتم بأنهرنا بلبنان ويكون نظيف لحتى نقدر نمارس هيدي الرياضة. وعودنا الناس ما تكب حتى زبالة بالنهر، انه هيدا النهر انت عم تسوي فيه رياضة ما تكب فيه زبالة، لانه هيدا بدنا نحافظ عليه، لانه هيدا نعمة الله لازم نحافظ عليها 100%. عم تحكي استاذ مسمار بأيلول في مسابقة، يا ريت هيك على السريع نحكي عنها. نحن كل سنة بنعمل بطولة لبنان. نعم. بشارك فيها عدد كبير من الهواة والمنتسبين للنوادي. أكيد نحن هيدي البطولة بنعملها برعاية وزارة الشباب والرياضة وبرعاية الاتحاد، كونه نحن الاتحاد بيضم أكثر من نوادي. وهيدي المباراة هي لتأكيد على هيدي اللعبة ولتأكيد على أنه نحن لازم يطلع عنا من فئة الكبار أول تاني تالت، ومن فئة الناشئين أول تاني تالت. يعني الناشئين اللي هن من عمر تقريبا 8 سنين أو 7 سنين لعمر 17 سنة، والكبار هن من 18 وبالطالع. منشان هيك نحن كل سنه بنختار 6 لعيبه، وهالست لعيبه نحن بنشوف لك انا هالسنه مين رح يطلع بيناتهم. وهالست لعيبه هن اللي بنبعثهم لبرا، نحن بيشاركوا باسم لبنان ببطولات عالميه. ان شاء الله يضلوا اسم لبنان عالي. يعطيكم الف عافيه استاذ علي حسين مسمار، اهلا وسهلا فيك بحلو مرة. شو الصبايا تشجعتوا نعمل جروب ونطلع نعمل هيك رافتنج؟ انا يعني بصراحه بحسها رياضه خطره شوي، بس اكيد الاحساس رح يكون كثير حلو غريب كمان. بدي اسال مدام دوتفيل بتهتم بالرياضه؟ انا بحب كثير الرياضه. في انا بعمل رياضه بالفاريا سكي. بس هلا الروبورتاج حبيتي. انا بحب كثير، انا بدي روحي هونيك بس. رح نروح كلنا سوا. شو حلو هونيك لانه هلا في شوب كثير، وهيدي شو اسمه الرياضه هيك تجديف. شو حلو. نحن بنعرف كمان انه بتحبي تسبحي. وين بتحبي تسبحي؟ وين بتحبي تروحي على البحر؟ انا بحب روحي الجبال لانه جبال الايديساند. لانه هونيك كل شيء حلو، وكمان المدام تبع الايديساند عندك اصدقاء من الجبال. نعم. كل شيء حلو هونيك. واضح كثير انه بتحب لبنان بكل مناطقه. مزبوط. سيدة دوتفيل هلا رح ننتقل لفقره جديده ورح نستقبل المعالجه النفسيه جوانا عماد. نستقبلها سوا. اهلا وسهلا بجوانا. اليوم موضوعنا جوانا رح يكون عن خوف الاولاد بالاجمال. من شو بيخافوا الاولاد جوانا؟ الخوف هو اول شيء دفاع نفسي. يعني احنا عاده بنقول خوف دغري بنفكر فوبيا او بنفكر برهاب، بس انه الخوف خاصه عند الاولاد اول ما ببلش هو نوع من دفاع نفسي، يعني نوع من تاقلم كثير ضروري بالديفلوبمون او بالتطور النفسي والجسدي للولد. نعم. سو بنعرف انه الولد باعمار معينه ضروري يكون يخاف من اشياء، يعني هون بنصير عم نعرف انه هو عم بميز بالاشياء وتبلش يخاف.
مثل مثلا بعمر الثمانية شهور بنعرف ان الولد بيصير يخاف من الاشخاص الغريبين، نقول نحن بيستغرب مثلا اذا حدا حمله غير امه او شاف شخص جديد بنلاحظه بيصير يخاف وبيبكي. هيدا سين كثير مهم، يعني هيدا علامه انه هو عم بيقدر يميز حاله عن الاخر، امه عن الاخر. نعم. فهيدا شيء كثير ضروري. بينما بالعكس اذا الولد بين سنتين حتى بهي المرحله لخمس سنين ما كان يخاف، هون الاهل المفروض يعتلوا هم. يعني مثلا اذا اصوات عاليه ما خوفته او بالعكس حيالله صوت كثير بخوفه، هون بنلاحظ انه الاهل لازم يعتلوا هم. يعني بنعرف مثلا مثل الروتار تخلف تاخر العقلي او مثلا الاوتيزم التوحد، بنعرف انه عندهم بيظهر يمكن هون بهيدا الحاله، بيظهر بهيدا بهيدي الحاله. طب في ولد بخاف مثلا، ولد ما بخاف وبيكون خوفه انه طبيعي، يعني عم بسال بعمر معين ممكن ست سنين او خمس سنين بخاف مثلا من حيوان ثاني ما بخاف، هيدا امر طبيعي؟ هيدا امر كثير طبيعي، بس نعرف مثلا بين خمس وثمان سنين الاولاد هيدي اكثر مرحله بيصيروا يخافوا ما ينجرحوا، بخافوا من الاشباح. يعني في اوبجي معين للاخوات للمخاوف عند الاولاد. نعم. كثير خاصه بالعمر. بس نعرف انه في اولاد بتكون حساسه اكثر من ما هيدا القصد يقوله انه اي متى الاولاد اللي منخوفهم باشياء اللي اهلهم كثير بيعتلوا هم، يعني الام الانغواسيل بتضل الان ما تعمل هيك وبيجي عليك الكلب وبيجي عليك الموسوسي على اولادها، الموسوسي بضل تخوفه بتنقل له هيدي المخاوف. بالفعل هي في اهل عن جد بيزرعوا باذهان اولادهم الخوف، يعني جبرا مثلا بيقولوا له ما تروح لهون احسن ما يجي عليك ابو كيس مثلا. ايه ما بعرف اذا سمعت ابو كيس. ايه كثير مزبوط. وهالاشياء الولد بصير يحولهم مع الوقت. مزبوط. يعني مثلا عمر العشر 12 سنه هون الولد بصير عنده شوي يقدر يفهم الاشياء الرمزيه. نعم. يعني بصير مثلا يفهم هون الاشياء الابستراكت، هون بصير يخاف من الحرب، بصير يخاف من الموت، بصير يسأل مين الله. هون بهيدا العمر لأنه التطور النفسي والجسدي تبعه بخليه يستوعب هالأشياء بتنقل مخاوفه لهيدا الأوبجي. في شغلتين هون كمان بدي أسألك عنها جوانا. مثلا الولد يلي بيوصل لمرحلة دايما من خوفه من نبهه ما تقرب كتير على البالوستراد أو على البالكون، بتخاف ما توقع. في عمر معين الولد ما بيخاف، بتلاقيه دايما في مثل انتحاري على البالكون، بيوصل لمرحلة بصير يخاف على حاله. بأي عمر هون ما بيخاف وأي عمر بينتقل الخوف وبصير واعي أكتر لحاله على يعني هيدا أحد فوائد الخوف إذا بدك عفاف، لأنه الولد يلي نحن ما عم ننبهه انستنكتيفمون غريزيا هو بيبقى عنده على طول هيدي الاحساس بالبقاء، يعني بفكر انه عم يتنفس. فكره انه نعمل اكسبيرينس على اولاد عمرهم اشهر كانت معينه على ازاز تركوهم يمشوا بس تيشوفوا اذا رح يكفوا بعد الازاز او لا رح يوقفوا، وتحسوا بالفيد بما انه الولد عنده خوف من الفراغ لا رجع لورا. فهون بتحس انه الغريزة البقاء تبعهم بتكون بعدها موجوده من حتى من عمر السنه سنتين، يعني بتكون بعدها. بس هون الخوف تبع الاهل بيخلي هيدا شيء يتفاقم اكثر. اكيد. مدام دوتفيلي تفضلي. انا عندي كيستيون بالعربي بس يمكن انا بدي بعرف اذا انت شغال مع الاولاد ومع الخصم، لانه مثلا اذا واحد اولاد ابور خايف تسالينا بالفرنسي اذا بدك. مي بوتيت جو دو بارلي كون عربي سي. نحن بنترجم ما تعتبريها. Peut-être que si les enfants ont peur des animaux, vous pouvez leur demander de dessiner, de se dessiner eux avec des animaux, et peut-être de voir comment eux dessinent. Perçoit le. Ouais. هيدا انا بس لاشرح شغله. يمكن هون عم تحاول تحكي عن ارتباط الفن قد ايه ممكن يساعد انه واحد يرسم الولد ويعبر عن مخاوفه عبر الرسم. هيدا حل من الحلول، هيدا احد الطرق العلاجيه. سا سي ثيرابوتيك انفان. وبنعرف كمان انه قديش حتى بالقصص، يعني بنشوف بالقصه مثلا اجى لولو اخر شيء اكلها، او اجى بنشوف مثلا كنت عم تسالي عن الاولاد اللي بيخافوا من الحيوانات، فينا نحول القصه انه نخلي مثلا الكلب يكون هو الايرو، يكون هو البطل. مثلا بنشوف الولد كثير بخاف من الكلب، بنقول انه وبالاخر اجى الكلب هو خلصه للولد. نعم. هون خلينا الكلب يصير انه مش عم نقول للولد اذا ما اكلتها بدي طعميك للكلب او بدي اجيب الكلب عليك، لا هون حولنا الكلب من شيء بخوف لشيء بطل، لشيء بوزيتيف عند الاولاد. كمان في قصه على التي في وقت بيحضروا الاولاد كثير بيركزوا بالقصص على الفانتوم او الاشباح. يعني نحن مثلا ما بنكون حاكين ابدا قدام الاولاد عن الاشباح، ولكن بخوفون بطريقه انديركت من خلال التلفزيون، وبنفس الوقت بفهمون انه الفانتوم ممكن يتعايش معك، بدك تتعايش معه. هون كاسبر مثلا فانتوم كثير مهضوم مثلا لذيذ كثير. هيدا مثلا احد الطرق يلي بنخلي الولد حتى الاشياء اللي خياليه عنده ما تكون اشياء سلبيه، تكون بالعكس اشياء بتعزز المخيله عنده.
وهي بالنهايه يعني كلهم هول مخاوف كثير قديمه كثير اركايك بيكونوا عند الولد تتحول حسب العمر والتطور تبع كل ولد. نحن على كل حال بالاستوديو كثير عم نركز على هالمواضيع وخوف الاولاد من عده امور وكمان الحيوانات. اهلا وسهلا فيك جوانا عماد، بدنا نشكر حضورك معنا، والاسبوع المقبل رح نحكي عن مواضيع كثير مهمه. رح نتوقف هلا مشاهدينا مع بريك ومنتابع، ولكن قبل ما نتوقف مع البريك رح نشوف سوا عرض، رح نشوف سوا حفل زفاف عارضة الأزياء كيت موس ومنتابع من بعده. حلوة ومرة محبي عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كيت موس، من إلكن إنها ودعت العزوبية وتزوجت من صديقة عازف موسيقى الروك جيمي هينس، والعروسين اختاروا يعملوا عرسهم بجنوب إنجلترا بمنطقة ساوثروب الريفية بحضور حوالي 300 مدعو، وتألقت العروس بفستان من ابتكار صديقة المصمم العالمي جون غاليانو، والمميز بعرسها هو اختيارها 15 وصيفة إلى يوقفوا حدا بعرسها، وهني أصدقائها وأقربائها وبنتها ليلى البالغ عمرها 8 سنين اللي هي من علاقة سابقة من صديقة الناشر جيفرسون هات. وهالزواج هو الأول لماس اللي بيبلغ عمرها 37 سنة، وكانت تعرفت على عريسها البالغ عمره 42 سنة بعام 2007، وماس كانت احترفت عرض الأزياء بعمر 16، وبسرعة البرق صارت من بين أشهر عارضات الأزياء اللي بيتقاضوا أعلى أجر بالعالم. بزواجها بتكون هالنجمة لقت الاستقرار اللي بتحلم فيه كل امرأة، واحتفالاتها بزواجها ما بتنتهي هون، لأنه ماس قررت تحول فرحتها لمهرجان بدوم 3 أيام ببيتها مع الأهل والأصحاب. عودنا متابعة حلو مرة مشاهدينا مع ضيوفنا ومواضيعنا المنوعة يلي بتشمل كل الفنون وكل النشاطات المهمة على صعيد المجتمع المدني. وهلأ عنا محطة مع الرقص، رح نشوف اكستري عن تمارين بالرقص. يعني اللي شفناه هلا رأي الشرقي بس شوي جديد علي انا صراحه. اهلا وسهلا بسهام مصطفى بحلو ومره يلي كنا عم نشوفه هلا بالاكس راي اللي حضرناه، اورينتال مودرن دانس يلي هو رأي الشرقي الحديث. يا ريت تشرحي لنا اكثر عن هالرقص الحديث الحلو، هيك شيء جديد علينا. شيء جديد علينا شوي لانه عم نستعمل جديد هالجمله، بس هو موجود من وقت كثير طويل. الرقص الشرقي منه محدود بس انه نستعمل بس خسرنا. اللي انا بعطيه هو مزيج بين كذا تكنيك بالرقص، والفكره من وراء تنقول انه جسمنا منه محدود، فينا نستعمل حيالله منطقة بجسمنا تنعبر بطريقة كتير حلوة، فحيالله تكنيك بعلمك تقدمي جسمك بطريقة كتير حلوة. هذا الأساس يعني باللي أنا مجرب وصله، إنه أقدم الرقص أو حيالله حدا ما بيعرف شيء في تعلم تيقدم جسمه بطريقة كتير حلوة. المزيج هو أكيد تكنيك الشرقي اللي هو المصري البالي دانس بالأساس موجود،
بس من دفع لانه كيف تستعمل السبيس اكثر انت الموجوده يعني فيها يعني انه عم تعبي المسرح يلي انت تعبي كيف تستعمل حركات جديده مزبوط حركات الايدين بحركات الاجرين كيف تستعمل السبيس سبيس بس نحكي سبيس بدنا نروح اكثر على المودرن نعم. دانس اللي هو انه بنستعمل فيه الاجرين كثير بنستعمل عم نشوف هلا بعد كاميرا التمارين اللي عم تعطيها يعني هلا اللي شفناه في هز خصر يعني الخصر خصر موجود اكيد ولكن مع حركات يمكن شوي اروع عن الرقص الشرقي مزبوط مش كل الوقت عم نهز بس خصر يعني اذا فينا نقول اكثر ما في ايقاع يعني الايقاع السريع اللي متعودين عليه نحن بالرقص الشرقي في ايقاع سريع بس مثلا اذا بتشوفي اذا كيف التمرينات مرات بنكون ماشيين كثير ايقاع سريع فجاه بتحسي انه اذا وقفت لهم الميوزك فيهم يكفوا يعني فينا نوقف الايقاع السريع فجاه اطلع على شيء كثير رواق وفيهم يكفوا في ما حسوا حالهم لا خلاص خلصنا ما طل فينا نهز خصر مع هاي الميوزك لا فينا نكفي فينا نشتغل باشياء ثانيه انا بستعمل يعني الجاز شو يعني المودرن جاز اكثر بستعمله اكثر كتكنيك يعني طيب بيساعدني ومنه لانه نحن اصلا بالاساس عندنا الميوزك في عنا مزيج بين الشرق والغربي واكثر شيء رحنا على الجاز يعني بهذا المجال فهذا الميوزك انا كمان دفشتني اكثر لاستعملها سهام مصطفى حضرتك عم تعطي الصفوف بمسرح بابل مزبوط. مين من الطلاب وهل الطلاب يمكن في منهم مختصين بغير انواع يمكن رقص ورجعوا فاتوا واخذوا الكورس تبعولك يمكن في اشخاص بلا في اشخاص مثلا كانوا يرقصوا فلامينكو اجوا اجوا ياخذوا شاليه في منهم يعني اللاتن شوي بيجوا قريب شوي لانه انا بعطي كمان تكنيك من ضمن يعني من ضمن اللي بعطيه بيستعملوا اللاتن من دون ما يعرفوا انه هذا بالذات انه انا عم بعطيهم شيء معين بيجوا بلا في تلاميذ هيك الاعمار كثير كثير مختلفه وكثير متفاوته في عندي اعمار كثير كبيره حلو برافو حياتهم هي رياضه وبحياتهم مثلا ما كانوا يرقصوا اجوا وفسرت لهم بالضبط انه انا شغلتي هون تعلمكم كيف تقدموا جسمكم بحيالا ما كان موجودين فيه بطريقه كثير حلوه وعن جد كثير فرقوا كثير مبسوطين وإذا مثلا أشخاص ما بيعملوا سبور ومنهم أخذين ولا كورس رأس قبل فيهم يبلشوا معك بالصف مزبوط لأنه الصف بالأساس يعني أنا ببلش من الصفر بس ببلش مقسم صفي لثلاث أجزاء نعم. ببلش الصف ستريتشنج بنعمل ليونة لكل الجسم بعلمهم كيف انه حيلا مطرح بجسمنا وين لازم نستعمل وين لا كيف بنأذي حالنا كيف لا ما بنأذي حالنا لازم يكون في ليونة بالنهاية صح بنبلش انا بعطيهم ببلش تكنيك ستريتشنج نعم. معهم كيف يتعودوا شوي حتى هن ببيتهم كيف هن ممكن يلينوا يوصلوا لمرحلة جسمهم لين تاني جزء من الصف هو منبلش بتكنيك انه ايدنا حلوة هيك مش هيك خسرنا جرينا كيف بيمشوا كيف بيتحركوا تالت جزء من الصف هو منحط ميوزك ومنشتغل فعلا عليها وببلشوا كيف يتفاعلوا مع الميوزك بتعلموا كيف يتفاعلوا كمان مع الميوزك فبالأساس بكل الأحوال يعني اللي بيعرف في فوت واللي ما بيعرف كمان في بلش لكن نحن رح نبلش اهلا وسهلا فيكم سهام مصطفى اهلا وسهلا فيك بحلو مرة ويعطيك الف عافيه وان شاء الله طموحك كمان هيك تروح على غير مرحله ايضا مع صف كمان اجدد واجدد من ناحيه الرقص الشرقي الحديث اهلا وسهلا فيك بحلو مرة مشاهدينا مجددا رح روح لعند الصبايا نحن كمان رح ننضم لك كارلا من رقص الشرقي الحديث لانه اكيد كلنا بهمنا هالموضوع مدام فيل شو بنقدر نحكي عن ميناسارت فير 2011 او 2011 اوكي ميناسارت فير يعني مرات كبير ميناسا لي ميناسا ارت فير ميناسا يعني ميدل ايست نا نورث افريكا سا ساوث اجيا يعني مرات كبير تبع الماروكو من المغرب يعني نورث افريكا تبع ميدل ايست الشرق الاوسط تبع ساوث اجا والمراد يعني في فنون وغاليريات تبع كل بلد المنسى اول شيء السنه هي الدوره الثانيه للمنسات نعم. اول شيء بدي اقول لك المنسات فير في غاليريات
كل جاليريات جايه بال هيدي مثلا هيدي تبع دبي هو اسمه الغياس عبد القادر الغياس عبد القادر الريس هو كثير امبورطون فنون هيدي بدنا انا احكي تبع كل شيء هيك يعني في جاليريات بيجمع نعم في جاليريات تبع 20 بلد وبعدين في كمان شيء الثقافي عندك الناحيه الثقافيه يعني الشق الفني والشق الثقافي في واحد كوميرسيال تجاري نعم عم تحكي حضرتك انه المعرض بضم ناحيتين ناحيه ثقافيه وناحيه تجاريه مزبوط نعم والشيء ثقافي بلبنان ما في متحف contemporary art متحف معاصر فن معاصر نعم وحرم للأسف نعم ومتحف كتير امبورطون لأنه إذا مثلا في توريست بلبنان كل توريست بده يشوف شو حضارة البلد وثقافة البلد أيوة. بالفن أكيد بحاجة للبنان يكون في فن في متحف يعرض الأعمال الفنية مزبوط. والثقافية اللي بتعكس وجه لبنان الحضاري للسواح يلي عم بيزورونا ومن السارت يعني واحد متحف بس تبع أربع يوم يعني على أربع أيام هو عرفنا نحن من 13 ل 16 تموز ولكن سيدي دوتفيل شو الهدف يعني شو الرسالة الميساج من المعرض اوكي الميساج يعني هلا بالعربي بلاد بالبلاد العربيه مش كان في زلزال بالبلاد العربيه مزبوط وانا بدي بعمل معرض مع توليرانس تسامح انا بدي كل عربي بلاد جايه بلبنان لانه بلبنان فيني احكي على كل شيء فيني احكي على التوليرانس فيني احكي على فيني ديالوغ حوار في فن نعم وفن شو يعني بيس سلام ومن السارت هلا يعني المرض تبع السلام والسلام بال افيك لاخ هون عم نشوف فريق العمل لمعرض من السارت فير انا حبيت بدي احب اذا بتريد نعم وضح للمشاهدين انه منصات فير بيجمع فنانين الدول العربيه وهدفه هو الحوار السلام التسامح اللي نحن بحاجه لهم هلا ودائما هي بيروت عاصمه الثقافه فاقل شيء تحتضن هالفنانين كلهم سيده دوتفيل بحلو مره دائما فقراتنا منوعه نحن وعدنا المشاهدين انه نحكي اليوم بحلو مره عن هوايه الكلمات او حل الكلمات المتقاطعه فيلي حامل اي جريده او مجله انا بنصحه يزيحها على جنب ويشوف معنا هالفوكس بوب حلوه ومره لا ما بطيقة بس عندي عمي بيا لمرتي ملك الكلمات المتقاطعة لا ما في وقت ابدا يا ريت في وقت نو ما في وقت عندي ما في وقت ما عندي وقت بتشتغلي كل الوقت ما عندي وقت لأقرا الجريدة انا كثير انا ديناميك بركض ما عندي وقت هيك اقعد حل ولا هي ولا الانترنت ولا ما بيعنوا لي شيء ما بحبها ما لي خلق بتتعلمي اشياء جديده وبتشغلي راسك مشان بعدين بحب فيها بتنشط الذاكره اذا ما عرفتها مثلا تاني يوم اذا شي شغله علقت عليها بشوفها تاني يوم بالحل لحتى لي اذا مره تانية رجعت مرقت معي برجع بعرفها بقول صرت اعرفها اهلا وسهلا فيك الفيزيائي جوزيف ظاهر شو رايك باللي قالوا العالم بالبوكس بوب الاغلبيه قالوا ما عندهم وقت مزبوط وفي ناس بيقولوا انه لا نحن من بتدنا المعلومات لا هي صراحه هي هوايه ذهنيه اكثر منا يعني ما انا لعبه كلمه لعبه يمكن بتقلل يعني سبب انا ليست في الموضوع لا هي لعبه ذهنيه فكريه جوزيف اي متى بدات تحل كلمات متقاطعه انا باي عمر بلاش صراحه كنت يمكن بشي صف الستيام سيزيام صغير يعني وكيف هيك بلشت يعني بصدفه حدا شجعك لك شو القصه هي عندي الله يرحمه خالي كان يحل كثير مكروزه وبالبيت نحن كمان بابا كل يوم بيجيب جريده يحلهم مكروزه
بلش انا صرت احب هيك شوف مثلا مدينه ايطاليه او اكتر او ممثل امريكي او شيء هيك حب يعني حشريه علميه. بس كان عندي على طول دفي انه بقدر اخلصها او لا. ما كنت انا كنت بعدني صغير انه اقدر اخلصها ياخذها الخير الجريده من عندنا ويكفيها يقدر هو يحلها كلها. بس هي صراحه انا يعني ما انها هي اختصاص بلشت هواي صارت احتراف. يعني متى بدات تحضر شبكات؟ بدات تحضير شبكات كنت بالسكوندير وكنت عم بعمل اول كنت اول سنه هندسه بالاسي بتذكر فحبيت هيك اعمل اعمل مكروزه وابعتها كهاوي على الجريده فدغري ما لحقت انه صار يتلفنوا لي شو فيها معلومات وشو حلوه هالشبكه وصارت القصه كانوا صاروا ينشروها صاروا ينشروها صارت تتحول لاحتراف صاروا يتكلوا عليك وشو قصه تحضير كمان شبكات بثلاث لغات؟ باي عمر بدات تحضر شبكات بثلاث لغات؟ وكيف يعني ثلاث لغات؟ عم بحضر بالعربي اللي هي لغتي يعني اللغه الام نعم بالفرنسي كمان انا تلميذ بلشت فرير بعدين جمالي سعي يعني كمان فرانكوفوني شوي بالموضوع كثير جيب مجلات في تيلي سات جو ومجلات كثير بحب المفلشه والمكروزه والانجليزي طلب مني على وحضرت وطلعوا حلوين ونجحوا وبس بدي اعطي فكره انه انا شوي دومين ساينتيفيك يعني ماتيماتيسيان بهالموضوع فيزيائي وهيك وبدها كثير اسبري ساينتيفيك لتقدر تحضر الشبكه ما في شك بدها اسبري ساينتيفيك يعني يكون واحد عنده يقدر يحلل بس علمي يعني. لا مش تركيب الشبكه طبعا بدك كلتور جنرال بيكون عندك معلومات ما هو عنها. للتركيب قصدي انا بشوفها مسبقا براسه بس في شيء بحب اقوله باردون في كاتب فرنسي كثير بحبه انا اسمه جورج بيريك نعم. من اشهر كان معدي الكلمات المتقاطعه قد ما كان يعمل تحدي عمل كتاب بالفرنسي اسمه لا ديسباريسيون ما في ولا حرف او وعمل كتاب اسمه لي ريفونونت ما في فويل الا حرف الاو هلا كان من اشهر معدي كلمات المتقاطعه بفرنسا عمل له جري انا ما بعرف بتقطع هلا ب حضرتك كمان كان عندك كتاب 100 سؤال وجواب عندي 1000 سؤال وجواب كمان كله كلتور جنرال معلومات عامه انا عامل كتاب ماتيماتيك عامل كتاب عن المجلس النيابي يعني شوي عندي الاثنين تنوع بالثقافه في تقنيه معينه بتقدر تساعدنا فيها وتساعد المشاهدين حول حل الشبكات او الكلمات المتقاطعه هلا في تقنية بتساعدنا فيها هيك انا عندي شوية تقنية بالتأليف مميز شوية قصة الخانات السود انه ما بحط خانتين سود حد بعضهم ما بحط قديما هي بتطور الانسان بكل شيء كان يحطوا معكوسة او شدها فيه هودي شو صاروا خلص من ايام زمان هلا تقنية تساعد حدا يحل او شو بيكون طبعا عنده كمية كبيرة من ثقافة عامة تنشي فيه الكلمات اللي هن من حرفين كمان بتطور عليهم لا بتقول مثلا بعطيك مثلا مدينة بغانا من حرفين هذا اعتقد اكثر مرة بتعرفيها نعم جوزيف قد ايه المفروض تاخذ مثلا شبكة 20 ب 20 لشخص متمرس وقت عم بحكي انا يحل او ايه يألف يحل هلا بيرجع حسب نيفو الصعوبة يعني انا في اعمل شبكة حتى لو هو متمرس في درجات صعوبة في اعمله يعني انه اكيد ما يكفيها واكيد ما يعمل 20% منها بترجع لسائرة المعد يعني فيك حتى وقت معلومات كثير بيكونوا انه صعبين بس المفروض تكوني شوي على طول اب تو ديت لا لشخص مبتدئ مثلا مثلي اكيد 20 انه بدك تحلي شبكه بتاخذ قد ايه بدك شي ساعه انه بدك ساعه بس ما بعرف تحليها كلها ليه ما فكرة انا يوم ويومين وثلاثه ايه تحليها كلها يمكن تبقى مثلا كلمات ما بتعرفيهم نعم خلص بصيروا هودي راحت عليا بتكون يعني لا مش راحت عليا بس انا كمان بحب نور شوي كمان على الشخصيات اللبنانيه برضه كان بقطعك لا تفضل مثلا عندنا امين معلوف امين معلوف اللي دخل على الاكاديمي فرونسيز قلت له شبكه ما بعرف اذا اخذوها عملوا له انعملها سكان وتصورت يعني كمان في ميسيون للمكروزي مثلا الله يرحمه وليد غلمية توفى مؤخرا عملت له شبكه متخصصه لإله يعني كمان بدنا نهتم يعني القاء الضوء على البيوغرافي تبع شخصيات مع معلومات عامه شامله عن كل المواضيع مثل ما ذكرت هي رح تكون فيها شق يمكن يعتبروا العالم بسله او لعبه وبذات الوقت يكون ثقافه ويكون تمرين ذهني اهلا وسهلا فيك جوزيف ظاهر اكيد كل التوفيق لك بحياتك الشخصيه والمهنيه سيده دودفيل شرفنا حضورك كل التوفيق لمنصة ارت فير 2011 وانا بحب اذكر هون انه منصة ارت فير رح يصير من 13 ل 16 تموز نعم بالبيال 2 اوكي لكن اهلا وسهلا فيك مشاهدينا بريك ومتابعة حلوة مرة
عودة لبرنامج حلو مرة يلي عم بتابعوها على الفضائية اللبنانية والال بي سي. ومثل ما بتعرفوا مشاهدينا، السينما وورش السينمائية إلى واقع خاص بالبرنامج. خلينا بالبداية نشوف من أعمال مدير التصوير العالمي فيليب هيرن يلي شارك فيها هالأكستري. Philip Hearn, cinematographer, welcome to Lebanon. Thank you. And welcome to Helwi Murra also. It's a pleasure to be here. Thanks for It's having a pleasure me. To have you. Ziad Salim, أهلا وسهلا فيك. حضرتك منظم ورشة العمل اللي راح تصير بكرة الثلاثة لكم يوم اللي ليومين ليومين. يا ريت بتخبرنا عن ورشة العمل السينمائية راح تقوموا فيها، راح تبتدى بكرة الثلاثة. هي هاندز اون إجمالا. هو الوركشوب عددا بيعملوا محاضرات. نحن جايبين فيليب هيرن على لبنان من هوليوود اساس يعطي هاندز اون مع المحاضره. نعم. يعني على ريد ماكس هي الكاميرا حديثه كثير عن الريد 1. نعم. عملوا ورجع عملوا ابجريدنج عليها صارت ريد ماكس. هلا عم تتصور بهوليوود كثير، عم بينعمل افلام كثير عليها، بس يعني عرفناه كمان بلبنان عم كمان معلوم بيستعملوها بلبنان فيديو كليبس وكل شيء. بس هو الحلو فيها انه ريد ماكس بتقدري تعملي كنترول عليها بالصوره، بتقدري تلعبي بالالوان، بتقدري تعلي تظبطي، بتقدري تحسني الطبيعه، يعني صوره الطبيعه كيف بتشوفيها بتحسني بالريد ماكس فيها. أوكي. للصوره شيء بدون ما تروحي تعملي بالاديتنج اكثر من ما هيدا، بتعطيكي نتيجه كثير عاليه. نحن عاملينه هذا الوركشوب لانه هذا الوركشوب بينعمل عاده بهوليوود ب 2500 دولار. حلو. مش رخيص. نحن عاملينه هون رنا نعمله بلبنان لانه عم نفتح باب نحن بيننا وبين هوليوود، لانه حابين نفتح كونتاكت اكثر من بقى اوروبا، سوق الاوروبي حابين نوصل نقدر نوصل لهم هون يوصلوا لعنا بذات الوقت. مزبوط. ووصل لعنا فيليب هيرن. فيليب هيرن، we're talking about the Red Max, the camera, digital camera that we are using here in Lebanon in the video clips, not in the cinema production. Can you tell us more about this camera, and you told me before that we are using it in Lebanon, but at your workshop you're gonna teach them how to use it as a tricks, how to use them as to concentrate on the colors before going to the editing. Yes. It's about the digital cinema camera. Mm-hmm. It's 4K camera. Yes. It's 4 times high definition in resolution. What I like about it most is that it's like the most like shooting like film. Mm-hmm. You shoot a raw image and giving you a lot of room in post-production for color correction. No.
يس كنا عم نذكر عن الكاميرا يلي عم يستعملوها حديثا ب بتصوير السينما يلي هي الريد ماكس يلي شرح لنا عنها فيليب هيرن وكيف لازم يستعملوها بهالوركشوب المميز يلي رح يصير يمكن اول مره بلبنان مزبوط زياده اول مره عم بيصير هالوركشوب بلبنان عاده مثل ما ذكرت حضرتك انه بيصير مثل محاضرات بس هاند زون هالمره رح يكون عم بيعلمهم كيف يستعملوا الكاميرا فيليب كان يو اكسبيك يعني as bullet points what are you going to give at this workshop well first of all we're going to go through the menus of the camera yes we will also do some lighting workshops working with lighting mm-hmm. We'll also do some post-production okay and really to learn the red camera as a tool for expressing really from here to I'm gonna concentrate on this point, but let me translate first. من الأمور يلي رح يشرحها بقلب ال بقلب الworkshop يا أما الورشة العمل السينمائية رح تتم هي كيف يستعملوا هذه الكاميرا يمكن بفكوا بتفكوا بيرجعوا بعدين بتعلمون الكاميرا منية مزبوط شو المنيو تبعوله لهذه الكاميرا كيف يستعملوا الإضاءة معه وأيضا كيف يمكن الكاميرا من لازم تنبع من داخله ويظهر الشغل لبرا. With your experience and you are known for your tricks also with the cam and the light is this what you mentioned before that you it's, you have to have it from inside to give it to the outside yes I think it's about how much experience you have that you gain through life through mm-hmm. the years and it's really about storytelling visual storytelling mm-hmm. to express the emotions that you may have about a movie and about a scene about a character and learning how to work with light to mm-hmm. tell a story Yes. ذكر قبل فيليب هيرن هلا ذكر انه كيف لازم الواحد يتعامل مع المشهد مع يمكن السيناريو مع القصه وكيف لازم يتعامل مع القصه وكيف يحس لها مشان تقدر تظهر من جواته ويفرجيها للعالم لبرا. زياد يعني مثل فيليب هيرن كاجى على لبنان انا بدي اعرف قبل كيف صارت اللقاء معه وكيف رجع بعدين وصل على لبنان. صح. انا اشتغلت اصلا معه لمده شهر ببرنامج باريس هيلتون بأفاف عملناه بدبي اكتشفت شغله انه اول شيء هو كان فيلم عم يشتغل مع شركه ضخمه مثل انتاج لاينز جيت يعني نعم مش شركه صغيره نعم هلا اكتشفت شغله انه كيف هن طريقه التصوير مهمه عندهم كدي او بيز غير طريقه اللي عنا عم بتصير يعني كثير بيركز الدي او بي على الكادر على الاضاءه على كل شيء اذا الشيء مش عاجبه الدايركتور بضل يروح لعنده للدي او بي وياخذ القرار لانه كثير الدي او بي عندهم مهم بطريقه هو مسؤولية عليه يعني إذا كان شيء غلط تطلع بيقولوا له إنه أنت الصورة من عندك الغلط مش من عند المخرج هلا نحن تعرفنا عليه بطريقة بدبي قررنا فتحنا هالكونتاكت معه هن حابين يجوا على لبنان ما عندهم فكرة إنه لبنان بعدهم عندهم فكرة يمكن شوي من الميديا يمكن انه بفيه بخوف من الميديا انه بتخوف انا انه السيفتي تبع قلت له ما تعطي الهم كثير امين ووصل على لبنان وكانت اهلا وسهلا في بلبنان وبحلو مرة فيليب هيرن it's a pleasure to have you and an honor to have you in Lebanon also thank you I'll hope you you'll have a good time here زياد سالم اهلا وسهلا فيك بحلو مرة ويعطيكم الف عافية لكان الوركشوب رح يتم من بكرة لحديت يومين اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مشاهدينا رح ننتقل هلا لعند زميل ليليز. يعني كارلا حلو الإنسان يكون مطلع حتى لو مش بإطار اختصاصه يعني أنا حابة كتير شارك بهالوركشوب هلأ مشاهدينا رح نستقبل الكاتب مازن عبود حتى نحكي عن ذكريات صبي المحلة نستقبل صبي أهلا وسهلا فيك الكاتب مازن عبود بحلو مرة بداية سؤال بديهي شو اللي أخذك على الأدب على مجال الأدب وحضرتك تشتغل بقطاع التنمية؟ أنه الإنسان يعني الفنان اللي فيه دايما بيستفيق يعني أنا بشوف حالي أكتر فنان أكتر ما بشوف حالي شيء تاني بشوف حالي أكتر يمكن أقرب للكلمة أقرب للإشياء لأنه أقرب للخلق هي هل في هيك سؤال كمان عشري هل في قرابة مع الأديب الراحل مارون عبود؟ لا طبعا هني من عين كفاية أنا من دوما بس في علاقة متينة وصداقة معهم طبعا مازن ذكريات صبي المحلة مين هو هالصبي؟ الصبي هو كل واحد هو الشخص الموجود فينا نعم هي ذكريات الطفولة هو هالشخص اللي بيطلع دايما لما نحن نصطدم بالواقع المرير لما أحلامنا كشباب تصطدم بهالحاجز هيدي بيطلع الصبي ليخبرنا خبرية ليخدنا على عالم الحياة الخيال كله سوا
وبعدين باخرتها لما بيصير فيها الاصطدام الكراش الكبير بيطلع الختيار بيحكي الحكمه من الحياه. يعني هو موجود بكل شخص منا. انت ما عندك فتاه بقلبك بعدها بتتذكر؟ طبعا اكيد مثلا كنت تحط المناخير على الازاز تتفرج على الثلج اذا كانت بالجبل. يعني حتى بكلامك عم نحكي هلا وحسينا بالادب الحلو هيك اثرت فيه عم ذكرني يعني عشت اللحظه اللي عم تذكرها. بس هالصبي او الفتاه الموجوده بكل واحد منا كمان بتكون متاثره ببيئه معينه بقصص بيسمعها من جده من سته من المختار بالضيعه. هالقصص هيدي بتكون كلها من الضيعه ومن الاخبار اللي بيسمعها ولا كمان بتنمزج بخياله ومخيلته؟ لا طبعا ما في شيء هو ماني عم بعمل شيء ساينتفك مش علمي. مش عم بعمل انا نقل وسرد علمي لوقائع. اكيد لا اكيد في الخيال عم يمتزج في الثقافه عم تمتزج في لعب بالوقت. يعني هلا بتكوني هلا بتصيري بالماضي بعد شوي بتصيري بالمستقبل بتحسي كانه هالصبي عم يلعب بالوقت لعب. منه عم يلتزم حتى المكان تبعوله انه هو موجود بهالمحله يلي هي انعكاس للعالم كله سوا. بتاخذ نكهه بتاخذ طله بتاخذ لون بس انما بالاخير عم توجه للعالميه عم بتكون قصه كل انسان موجود فينا. بمين بتتاثر او بشو بتتاثر اكثر شيء مازن عبود انت وعم تكتب؟ شو اللي بيأثر فيك وبيحركك وبيدفعك انه هلا بدي اكتب وصيغه بهالطريقه واتخيل هيك؟ مثاليتي لما بتصدم بالواقع، الواقع اللي كثير صعب واللي بتوصلني لحد الاحباط اللي ما بدي اني اكون محبط، ولكن دائما بيستفيق الصبي اللي فيي وبيقول لي تعال اخذك مشوار. ولكن عم بتوفق، دائما في وفاء. ايه طبعا والا ماني قدران عيش يعني خليني اقول هالاقمصه الجلديه اما القمقم الجلدي اللي ساكن فيه الصبي بده يكون في وفاء ما بين الرجل والصبي والشيخ. مازن عبود مين بخبرك قصص؟ كنت كثير وما زلت بقعد مع الكبار. انا شخص كثير بسمع، انا شخص كثير بشوف، انا شخص كثير بتاثر بحس حالي. بفتكر انه شوي شوي اكثر عم بقدر اتواصل مع الكون، الكون له لغه. اكثر بحاول اني احافظ على صفاء النفس قد ما فيه. طبعا بصطدم بكثير اشياء، طبعا بغلط بكثير اشياء، طبعا بس اللي بدي اريد اني اقوله انه هذا الكتاب منه كتاب على طول واقعي. انه طبعا مستمد من بعض الاحداث الواقعيه اللي بتصير لنميها لتطلع القصص والقضايا اللي مبينه فيه. بس انا هون حابه من شوي ذكرت انه فجاه بتوعي الصبي اللي فيك وتاخذك مشوار، ما في نوع من الهروب؟ في هروب طبعا اكيد لما يعني عن الواقع عن هروب من شو تحديدا؟ هروب هي فيك تقولي رحله الى الماضي للتعلم وشحن للذات بوقود معين لتقدري تكملي وتستمري والا بتبجي طبعا. يعني مازن عبود نتمنى يكون لنا لقاءات اخرى معك، بركي بنحكي عن الزراعه والبيئه كمان. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك بحلو مره. مشاهدينا بريك وبنكون مع القسم الاخير، خليكم معنا. وصلنا للمحطة الأخيرة من البرنامج اليوم بحلو مرة وانضموا لإلي هلا هاروت كولانجيان وأنتوني صيدي. أهلا وسهلا فيكم بحلو مرة، مشواركم كان من زحلة على قد ما. خبروني أول شيء أنتم بأي صف؟ نحن جريد 11. جريد 11 مدرسة الثانوية الإنجيلية بزحلة. هاروت أنت كمان جريد 11 بيناتكم نعم. بنفس الصف نعم. مؤخرا بمساعدة إنجاز لبنان أسستوا شركة نعم. شو هي هذه الشركة وكيف كانت المساعدة؟ ماجينيشن اسم شركتنا، هي ماجينيشن اوكي، هي شركه طلابيه تابعه لجمعيه انجاز لبنان نعم. وهي الجمعيه نحن الصف العاشر وال11 اللي اسسناها 25 موظف وتابعه لهي بكومباني بروجرام تبع انجاز لبنان، هو بارت من البروجرامز تبع انجاز اوكي. هلا انتم يعني انه كم موظفين عندكم؟ 25 موظف بقلب الشركه نعم. 25 موظف. نحن انا الدايركتور تبع الماركتينج ديبارتمنت، هو الدايركتور هيومن ريسورسز اوكي. يعني كل ديبارتمنت فيها امبلويز وموزع الشغل على كل امبلويز كل افراد الديبارتمنت وكلنا شغلنا بالاخر بينجمع سوا ليتقدم بانيوال ريبورت، بيتقدم للكومبيتيشن اللي رح تصير بلبنان. هالناشونال كومبيتيشن ب 15 جولاي يعني. الناشونال كومبيتيشن باي بلدان يعني مش شركه؟ ناشونال هي لبنان هان بالاي يو بي عندنا كومبيتيشن 15 مدرسه من لبنان، ونرجع اذا ربحنا بلبنان بتنقل للريجنال كومبيتيشن. اوكي بترجع بتسافروا لبرا مع دول ثانيه. هلا اول شيء انا احب اعرف كيف اسستوا الشركه وكيف كمان وشو البرودكت يلي يعني
قررتوا انه هذا هو البرودكت اللي بتقدمه عليه؟ اوكي، نحن اسسنا الشركه بمساعده انجاز لبنان. هلا انجاز لبنان في ثلاث محاور بروجرامات عنده، منهم هو الكومباني بروجرام. كومباني بروجرام هو برنامج بيساعد الطلاب وبيوجههم على سوق العمل. نعم. بخليهم يكونوا يعيشوا سوق العمل بواقعه المضبوط. لانه مرات اللي بندرسه نحن ما بيكون بيطبق على الارض. بيساعدنا على التطبيق وعلى الاشياء البيسكس اللي بنقدر ناخذها كبزنس مان او كموظف بحياه لشركه. نعم. نحن عملنا هذا الكتاب اللي هو ماي جينيشن. ماي جينيشن اسمه ماخذ من ماي ايماجينيشن. ماي ايماجينيشن، اوكي، هو ذا بوك فور اول جينيريشنز. اوكي، الفكره كيف اجتنا الفكره؟ ايه؟ نحن اول شيء كنا ناويين نعمل شيء كتاب ليساعد الطلاب. ايه؟ انه يخفف علينا شوي هم بالدرس. فقررنا نجمعهم بدفتر واحد. اوكي، اشياء عندنا كيمستري وماث وفيزيكس، كل شيء معقول ايكويشنز وفورمولاز معقول نعوزهم بالدرس. اوكي، يعني الطالب منه بحاجه بقى يروح على كتبه هو ويرجع بعدين. اوكي، يعني هون كجايد لاين او وين بيشوفون الطالب يلي بيهمه. هنا حطينا اشياء جيمز واشياء بتسلي للتلاميذ. هاني نوت بوك بياخذوا النوتس اللي بدهم اياهم. يعني بيساعد ومفيد ايضا، وبنفس الوقت في يكتب النوتس اللي هو بقلب الصف ان كان برا ان كان بقلب الصف. خبرني عن اللوجو. اللوجو نحن اول شيء كنا طالعين فكره اللوجو قبل ما ناسس البرودكت، قبل ما نفكر بالبرودكت. عملنا ثلاث الوان ليدل انه نحن مش بس عندنا حكم البريزيدنت، انه كل حدا منا عنده كل رايه، الفايس بريزيدنت وحتى الامبلويز. اوكي، وحطينا الثلاث الوان انه كل لون كمان لابورت. نعم. الفان بارت عنده لون ريد، والكيمستري بارت والمات بارت عنده الاخضر، والكفر هو اللون الازرق. حلو، يعني تكون البرودكت تبعنا من الوان تجذب الانظار، يعني اذا واحد طلع فيها ما ينقز. يعني درستوا كمان هيدي المرحله الالوان اللي لازم كمان تبعنا. كمان خبرنا الماركتينج، حضرتك مستلم الماركتينج، كيف عمليه التسويق عم بتتم؟ نحن بلشنا اللانشينج تبعنا بفستيفال صار بالمدرسه تاعولتنا. نحن عملناه لانشينج حتى نقدر نستقبل او نستوعب اكثر عدد طلاب بمطرح واحد، لانه مش رح فينا يعني نروح على مدارس ونتجول. نعم. لبرات المدرسه. وكانت اللانشينج تبعنا نحن بعنا اكثر من 100 يونتس ان وان، يعني اكثر من ثلث الكميه اللي عاملينها نحن. حلو، والمصاري وين عم بتروح؟ المصاري نحن عندنا شركتنا مؤلفه من اسهم، يعني نعم. فيها اسهم، اهلنا هن الملكين الاسهم ورفقاتنا. اوكي، نحن ناويين نرد لهم هلا حصه بعد ما نعمل ليكويديشن، نرد لهم ربح فوق الاسهم تبعهم يعني اللي اشتروها. حلو، هذا البروفيت تبعنا رح ينقسم مع هذا الديفيدنس. نعم. وكمان رح نطلع شيء قسم من الربح نعمل فيه شيء عمل خيري كمان، نقدم هذا الشيء جمعيه انسانيه تهتم بشؤون يا طلاب يا معاقين او شيء. بس يعني انتو كطلاب شو استفدتوا من هالإكسبيرينس؟ يعني هذا اللي حاولتوا، يعني انا عم صراحة ما كأني عم حاور طلاب، عم حاور بزنس مانز، يعني عارفين شو عم يعملوا كل ستيب باي ستيب. نحن استفدنا من هاي الشغلة انه نحن تعرفنا على سوق العمل، يعني مثلا بالمدرسة بتاخدي ايكونومكس بس ما بتكوني عم بتعيشي لسوق العمل. ما بتطبقي. صح. نحن عشناه لسوق العمل، نحن عرفنا كيف الفاينانس بيشتغل، كيف الماركتينج، واحد اذا ماركتينج بشي شركه كيف بيشتغل، اذا واحد برودكشن كيف بتصير عمليه البرودكشن، ريليشنز كمان انه كيف اهميته انه تيوصي الشركه للمجتمع، الهيومن ريسورسز كمان كيف انه الهيومن. على اساس انت ما زعلوا منك اصحابك؟ ما لا، لان انا كنت عم اتصرف بالبروفيشنال واي، ما كنت عم اتصرف معهم كرفقاتي وفريندز. ما هي واحد كنت لازم كثير معهم ستريكت. صح، انه بالاول ما تقبلوا وبعدين شجعوا تعودوا على الفكره. وهيك انضم لكم 25 طالب. نعم. ومن مؤسسي صاروا شركه كبيره. ان شاء الله يمكن تصير الاسهم كمان نحن نشتري فيها، ليش لا؟ ان شاء الله فينا نشتري. هلا نحن الان الكومبيتيشن لازم تكون مسكره للشركه وقت اللي بتعمل الكومبيتيشن. بس يمكن بالمستقبل نرجع نجدد الشركه. لان اسمها حلو ماجينيشن، لانه نحن هلا بعدنا قصرين، يعني بعد نحن منا شركه قانونيه، نحن تحت اسم انجاز لبنان. نعم. يعني نحن بركي بنفكر بعد نصير بالسن القانونيه نرجع ناسسها لهيدي الشركه ونعمل بس عم تعملوا انجاز كثير مهم. هاروت وانطون يعطيكم الف عافيه عن جد، واللي عملتوه بهالكتاب شيء كثير حلو بالايماجينيشن تبعولنا نحن، يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا، على امل نلتقى فيكم بكره بنفس الموعد. باي باي. حلوه ومره.